السلام عليكم، معكم الدكتورة منى نصر. هشرح لكم النهاردة إن شاء الله الـ Histology of Skin of Fish. دوت لطلاب الفرقة الثانية. الـ Skin of Fish بيبقى ليه فانكشنز كتيرة، منها إن هو بيحافظ على الـ Osmotic Balance، يعني بيحافظ على الـ Water Content داخل السمكة، مش هتبتدي تتأثر سواء السمكة عايشة في مياه عذبة أو مياه مالحة. تمام. كمان بيعمل physical protection للبودي. كمان بيعمل بيبقى في sensory receptors، فبيبقى ليه function in sensation of any substance outside the body. في بعض الأسماك بيبقى ليه function في respiration. كمان بيبقى ليه function في production of color coloration، لأنه بيحتوي على chromatophores، هنعرف أنواعها بعد شوية. هنا السكين بيتكون من ثلاث طبقات، من الابيديرميس، الديرميس اند هايبوديرميس. الابيديرميس ديت في السمك بتبقى عبارة عن استراتيفايد ابيثيليوم. الاستراتيفايد ابيثيليوم دوت هيبقى لسه على البيزمنت الممبرين، وهنشوف خلايا كتيرة فوقيه. اول خلية طبعا على البيزمنت الممبرين بتكون كولومنار سيل، بعديها بوليجونال سيل، بعديها في الاخر فلات سيل. ديت المين كومبوننت بتاعت اي استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. تمام كده. في حالة الأسماك ده بيبقى فيه أربع خلايا مميزين للاستراتيفايد ابيثيليوم دوت. حاجة اسمها الإبيديرمال سيل، ودي بتبقى فلات وبتحتوي على فيلمنت. تمام. تاني خلية اللي هي الميوكا سيل، ودي بتبقى موجودة على يعني بلول فلات سيل ديت، أو بلول إبيديرمال سيل على طول. وديت ديت ميوكا سكريتنج سيل، وبيكون عددها كبير وموجودة في كل الأسماك. تمام. الجرانيولار سيل، الجرانيولار سيلز ديت زي الليمفوسايتس، ديت بتبقى موجوده ما بين خلايا السكين، وديت الفانكشن بتاعتها ان هي هتعمل بروتكشن من اي مايكرو اورجانيزم، او هتبتدي كخط دفاع اول عشان تحافظ على عدم دخول اي مايكرو اورجانيزم داخل جسم السمك. اخر خليه اللي هي الكلاب سيل. الكلاب سيل ديت بتبقى بوليجونال ان شيب، بتبقى كبيره في الحجم، بيبقى السيتوبلازم بتاعها لونه اسيدو فوليك، والنيوكليوس بتكون سبيركل وموجودة في السنتر. كمان الكلاب سيل ديت بنسميها الارم سيل، وبتكون مسؤولة عن ان هي بتنبه السمكة من اي خطر جاي، تبتدي تحس بيه بسرعة فتبتدي السمكة تتحرك. تاني طبقة اللي هي الديرميس. الديرميس ديت بتتكون من كونكتيف تيشو، لكن الكونكتيف تيشو دوت بيكون متقسم كمان لطبقتين. في طبقة لوز كونكتيف تيشو بنسميها الستريتم سبونجيوزم، وطبقة بتكون دنس كونكتيف تيشو بنسميها الستريتم كومباكتم. الستريتم سبونجيوزم ديت تحت البيزمنت ممبرين على طول بتاع الابيديرميس، وديت بتحتوي على لوز كونكتيف تيشو، وبيكون فيها الميلانوفور وبدايات السكيلز. السكيلز اللي هي القشور اللي بتبقى موجودة على جسم السمكة من بره، بتنشأ المنشأ بتاعها بيبتدي في الستريتم سبونجيوزم اللي هو في الديرميس، وبيمتد لحد الابيديرميس، وبيبقى بيعمل كفرنج للابيديرميس من الخارج. تمام. تحت الستريتم سبونجيوزم زي ما اتفقنا في الستريتم كومباكتم، وديت بيكون لونها غامق عن الستريتم سبونجيوزم لانها بتتكون من دنس كونكتيف تيشو. الطبقة الثالثة اللي هي الهايبوديرميس. الهايبوديرميس المين كومبوننت فيها بيكون الفات سيل، ممكن نلاقي بعض الميلانوفورز او الكروماتوفورز تبقى موجودة فيها، لكن المين كومبوننت هنا هي الفات سيل. ديت بتكون متصلة مباشرة بالطبقة اللي بعد السكين على طول، اللي هي السكيليتال ماسل لير. ديت شريحة هيستولوجي بتوضح طبقات السكين زي ما احنا شايفين، في خط ابيض وفي حرف اي ديت الايبيديرميس، وبعد كده في خط ابيض تاني وفي حرف دي ديت الديرميس، وبعد كده حرف الاتش ديت الهايبوديرميس، وبعد كده ديت السكيليتال ماسل، بيكون السكين خلاص خلص، وبنبتدي ندخل في الاندرلاين سكيليتال ماسل. تمام. هنبتدي نشوفهم بقى طبقه طبقه. اول حاجه حرف الاي اللي هي الايبيديرميس، زي ما احنا شايفين ان هي كبيره قوي، ديت بتتكون من كذا لير اهوت من الخلايا، انواع مختلفه من الخلايا. اول خلايا اللي هي الانويه الكتيره ديت اللي ورثت على البيزمنت ميمبرين، زي ما احنا عارفين البيزمنت ميمبرين مش بنشوفه باللايت مايكروسكوب، لكن كل الانويه ديت بتقول ان في هنا كولومنر وفي بايدر سيل. تمام. بعديها زي ما احنا شايفين بيبقى في طبقه اللي هي شوف رقم 2 اللي هي فوق الكولومنر سيل على طول، زي ما احنا شايفين في خلايا كبيره اهي لونها احمر وفيها نيوكليوس سفيريكال موجوده في السنتر، دي بنسميها الكلاب سيل. تمام. بعديها زي ما احنا شايفين هو رقم 1 بقى من الخارج، ديت بنسميها الميوكاس سيل، مليانه ميوكاس، السيتوبلازم بتاعها مليان ميوكاس، وفي الاخر خالص اللي هي الايبيديرمال او الفلات سيل اللي موجوده
الطبقة الخارجية اللي هي ليها فلات ميوكلاس زي ما احنا شايفين. تمام كده يا جماعة؟ الميوكوس سيل زي ما اتفقنا بتحافظ على الووتر بالانس، وممكن كمان بتعمل بروتكشن من البكتيريا انها تعمل انفيجن للسكن. دوت 3 دايمنشنال سيكشن اوف ذا سكن انتروديوست فيش. انتروديوست معناها اللي هي العظميات، يعني اي سمكه فيها عظام. تمام، زي ما احنا شايفين هنا دوت البيزمنت ممبرين وعليه طبقات كتيره من الخلايا، والخلايا ديت بيبقى في ما بينها السكن بتبقى موجوده في الايبيديرمس وبتغطيها عليها من بره. بعد كده الطبقه الثانيه اللي هي الهايبوديرمس، في طبقه غامقه فاتحه الاول وبعد كده غامقه الفاتحه للستريتم سبونجيوزم، والغامقه اللي هي الدنس كونكتيف تيشو ديت الستريتم كومباكتم. بعديها الكاتيل هي دي الهايبوديرمس وفي بعض الميلانوفورز موجوده فيها، واخر اللي هي تحت خالص تحت السكن اللي هي السكيتانوس. دوت السكيماتيك دياجرام للسكن اوف فيش بيوضح وجود الفلات سيل والميوكاس سيل والليمفوسايتس والبوليجونال سيل اللي هي الكلاب سيل اللي احنا لسه شايفينها، وادي النيوكلاس في السنتر. تمام، وادي الكولامينار سيل اللي هي لسه على البيزمنت ممبرين، وتحتيها الستريتم سبونجيوزم. مش هنقول بقى اللاكتوم، يعني هنقول الستريتم سبونجيوزم بيبقى فيها البيجمنت سيل زي ما احنا شايفين ونص كونكتيف تيشو، وبعد كده في كولاجين فايبر وبلاد كابيلاريز ديت بتكون الستريتم كومباكتم. بعد كده الهايبوديرميس اللي هي الفات سيل زي ما اتفقنا، وبعد كده المصر. السكن بيبقى ليه فانكشنز كتيره، منها ان هو بيعمل استقبال ويسيب التاكتايل، التاكتايل هي اللمس والثيرمال اند بين ستيمولاي. كمان بيبقى فيه بعض البلاد فيزلز بيبقى ليه فانكشنز ريسبيريشن في بعض الاسماك، تبادل الغازات، بيدخل اكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. كمان السكن بيعمل بروتكشن للسمكه عن طريق الكالوريشن. الكالوريشن دوت عن طريق حاجه اسمها الكروماتوفورز، اللي هي خلايا بتبقى فيها الوان بتغير لون الجلد بتاع السمكه على اساس الاعداء ما يقدروش يميزوها من السراوندنج انفايرمنت. عندنا انواع الكروماتوفورز ايه؟ في ميلانوفورز وفي ليزانتوفورز واريسبوفورز وليكوفورز اند اريدوفورز. كمان في خليه ضفت حديثا اللي هي الفيانوفورز. دوت هنا جنب السمكة زي ما احنا شايفين، لو بصينا على راس السمكة في نقط لونها روز ابتدت تظهر، هي في السمكة لونها اصفر، في نقط هي لونها روز زي الورد اللي موجود حواليها والاحجار الصفراء اللي موجودة، على اساس ما حدش يعرف يميزها بسهولة من السراوندينج انفايرومنت. طبعا هنا في انواع الكروماتوفورز احنا قلنا اساميهم من شوية بس ما قلناش لون كل واحدة فيهم. الديكوفورز ديت بيبقى ليها لون سيلفر او وايت، الميلانوفورز بتدي لون بلو وجرين، اليلو والاورنج دوت من الليزانتوفورز، والريد كلر من حاجه اسمها الاريثروفورز، وفي اخر واحده اللي هي الاريدوسايد ديت بتعمل ريفليكشن وبتتعاون مع الميلانوفورز والاريثروفورز انها تدي باقي درجات الالوان الثانيه. طبعا احنا اتكلمنا عن السكيلز انها بتبتدي من الستريتم سبونجيوزم وبتمتد من خلال الديرمس وبتغطي على الايبيديرمس، سوري بتمتد لحد الايبيديرمس وبتغطي على الايبيديرمس من بره. السكيلز ديت ليها انواع كتيره، في منها اللي بتبقى كارتيليجوس وفي منها بيبقى بني على حسب انواع السمك، فبيديها اسماء على حسب الشكل وعلى حسب الكومبوننت بتاعتها هي بتتكون من ايه، من كارتيليج او بون. ففي بيبقى في بعض بنديها حاجه اسمها البلاسويد سكيل وحاجه اسمها السايكلويد سكيل والرومبيك اور دايموند شيب سكيل والستينويد سكيل، احنا مش هندخل فيها نظرا لديك الوقت، فاحنا مش هنتكلم في السكيلز دي، انا بس عايزاكم تعرفوا انواعهم بس اللي هم بلاسويد سايكلويد رومبيك ستينويد سكيل. اتمنى تكون المحاضره سهله عليكم وتكونوا فهمتوها كويس، ونشوفكم ان شاء الله المحاضره اللي جايه. السلام عليكم.